السلام عليكم متابعي دراما سبورت. ملخص سريع وبسيط لمباريات الجولة العاشرة من الدوري السوري. أكيد حتسألني عن انتخابات اتحاد كرة القدم، وأكيد حنحكي عن هذا الموضوع بالأيام الجاية. بأول مباراة من الجولة العاشرة، جبلة والوحدة، شفنا مباراة لا أداء لا نتيجة، تعادل سلبي. بطبيعة الحال جبلة استفاد من عامل الطقس وطبيعة الأرض الطينية، طبيعة الملعب الطينية اللي لا تصلح للعب كرة القدم، لكن نتيجة التعادل أنا شايفها مرضية بالنسبة لنادي جبلة، كون عم شوف نسق تصاعدي، لكن هذا النسق بطيء جدا. بينما إذا بدي أحكي عن نادي الوحدة فدائما عم عيد وكرر، نادي الوحدة ما عم بيقدر يفوز بمبارتين أو ثلاث مباريات على التوالي بالدوري السوري. لذلك إذا نادي الوحدة ما قرر يستقر بالنتائج ويستقر بتحقيق الفوز على التوالي، فأكيد رح يكون بعيد عن المنافسة. باقي الفرق عم نشوف نادي الوسبة، نادي تشرين عم بيحققوا 3-4 مباريات على التوالي، نادي الاتحاد احيانا هيك عم بيعمل، لكن نادي الوحدة عبس. الطليعة والجيش، فوز صعب لنادي الجيش بنتيجة 3-2، سجل لنادي الجيش محمد الواكد هدفين وورد السلامة، بينما سجل هدفي نادي الطليعة محمد زينو. نادي الجيش انفجر بآخر 4 جولات، حقق 4 انتصارات وحاليا بالمركز الثالث بعد معاناة من بداية الدوري. للأمانة يا شباب، لتحقيق الدوري السوري بوجود نادي الجيش لازم تستغل هاي الفرصة. لما بيكون نادي الجيش مو بمستوى أو ما بيحقق نتائج الفوز، لازم تشوف هذا الشيء، وإلا ما حتحقق الدوري السوري. وإذا بدنا نحكي على الطليعة فللأمانة توقعت تخلص المباراة بنتيجة التعادل، خصوصا بآخر فترة نادي الطليعة عم بيحقق نتائج إيجابية، وكمان الطليعة كان عم بيلعب أرضه. بالمختصر المفيد، الطليعة عنده مشاكل دفاعية خصوصا بعد رحيل عبدالله الشامي عن النادي. الاتحاد والكرامة، الكلاسيكو السوري انتهى بنتيجة التعادل السلبي من دون أهداف. الاتحاد بعد مبارتين آخر جولتين ما عم بيحقق الفوز، لذلك في شك بقلوب الجمهور الاتحادي أو الجمهور الأهلاوي. بغض النظر عن نتيجة التعادل السلبي، فالاتحاد أضاع ركل الجزاء، وعدا عن ذلك فالنادي الكرامة بيلعب بطريقة دفاعية ممتازة، أقوى دفاع حاليا بالدوري السوري، لذلك المباراة صعبة بشكل كبير على نادي الاتحاد. إذا بدنا نحكي بشكل مبسط عن نادي الكرامة، فهالسنة عاجبني من الناحية الدفاعية، وكمان عم شوف تألق واضح للحارس عبد اللطيف النعسان، حارس ممتاز، وهذا الشيء مانو غريب بصراحة عن مدرسة نادي الكرامة، بتصنع حراس ممتازين للدوري السوري وللكرة السورية. الوسبة والساحل، فوز كبير لنادي الوسبة بنتيجة 3-0، سجل لنادي الوسبة أحمد غلاب، عبد الإله الحفيان وماهر دعبول. الوسبة يوم بعد يوم، جولة بعد جولة عم بيأكد انه نادي قادر على المنافسة، نادي منظم، نادي بيلعب بطريقة صحيحة. كمان ما عم بنحس بضغط جماهيري على نادي الوسبة مثل ما عم بنشوفه كضغط جماهيري على نادي تشرين، الوحدة، الاتحاد وحطين. الهدوء لعيبة نادي الوسبة، اقتناع الجمهور بأنه نادي الوسبة ممكن يكون منافس على اللقب، لكن إذا ما حقق اللقب فما هي كارثة حقيقية، بينما هذا الأمر مختلف بالنسبة للاتحاد تشرين والوحدة وحطين. بينما إذا بدنا نحكي عن نادي الساحل، فبرأيي أكبر الخاسرين بهاي الجولة هو نادي الساحل، خصوصا مع فوز نادي الفتوة وتعادل نادي جبلة. الفتوة وجبلة كل ما حققوا نقاط بتتأزم وضعية نادي الساحل. عموما نادي الساحل حيواجه نادي جبلة بآخر مباراة من مرحلة الذهاب، ووقتها ممكن نحدد بشكل أو بآخر مين الفريق اللي ممكن يهبط للدوري الدرجة الأولى ومين اللي ممكن يستمر. فمباراة الساحل وجبلة بنهاية مرحلة الذهاب أنا شايفها مهمة جدا للفريقين ولتحديد المصير بشكل أو بآخر. الفتوة والنواعير، فوز غالي لنادي الفتوة بنتيجة 2-1، سجل لنادي الفتوة عبد الكريم الفتيح وعلي رمضان. فوز مهم جدا لنادي الفتوة وبوقته تماما، يعني خصوصا بعد النتائج السلبية، وكمان نادي الفتوة حيواجه بالثلاث مباريات الجاية مع نهاية مرحلة الذهاب أندية تشرين، الوحدة والجيش، فتحقيق الفوز على النواعير بيهدي الأجواء شوي كون المباريات القادمة صعبة جدا. النواعير هذا الموسم حاسه فريق عادي جدا، ممكن الميزة الوحيدة أحمد الشيخ بحراسة المرمى، الفريق ما عم بيقدم الحماس الرغبة بتحقيق النتائج، يعني عم بتحس مقتنع تماما بالمركز التاسع أو العاشر.
الشرطة والجزيرة، فوز متوقع لنادي الشرطة بنتيجة 2-0، سجل أهداف الشرطة المتألق كامل كواي. كمان الشرطة هذا الموسم حتى مع تحقيق الفوز على نادي الجزيرة ما عم بتحس انه عم بيقدم موسم ممتاز، كمان ما انه موسم سيء، يعني اقتناع بالمراكز المتوسطة. ممكن الحسنة الوحيدة بنادي الشرطة كامل كواي، وكمان الفوز على الفرق المتوسطة او الفرق المتأخرة بالترتيب فقط لا غير، يعني هذه هاي الميزة الوحيدة اللي شايفها بالشرطة بهذا الموسم. الجزيرة وللأسف يعني عم بنعيد وبنكرر انه فريق ما عم بيلعب ارضه، لذلك عم بيعاني دائما رغم وجود لعيبة موهوبين بهذا النادي، في خليل ابراهيم، نبيل كورو من لعيبة المنتخب الاولمبي، وكمان محمد البري، يعني في لعيبة موهوبين مع نادي الجزيرة، لكن للأسف ظروف النادي ممكن ما بتسمح له يبقى بالدوري السوري الممتاز. ديربي اللاذقية حطين وتشرين، مباراة انتهت بالتعادل السلبي، أداء ونتيجة، مباراة فينا نحكي عنها مباراة ممتعة جماهيريا، عم بنشوف رقي جماهيري، لكن سيئة جدا من حيث الأداء والعقم والمقت الكروي. حسيت انه جمهور حطين وجمهور تشرين متفقين انه هاي المباراة ممكن تخلص بالتعادل، يعني في بتحس انه في مؤامرة او في اتفاقية بين نادي حطين ونادي تشرين لتخلص المباراة بالتعادل، وهاي الكارثة الحقيقية اذا كانت في اتفاقية، لكن اذا ما كانت في اتفاقية فالكارثة اعظم لانه الاداء كان سيء جدا. قبل المباراة شددنا وحكينا انه المباراة ما لازم تطلع من اطار الرياضي بشكل عام، لكن للأسف المباراة ما دخلت بالإطار الرياضي لحتى تطلع منه، يعني المباراة كانت سيئة جدا بكل ما تعنيه الكلمة من نادي حطين ومن نادي تشرين. يعني بصراحة ما حسيت في احترام للجمهور المتواجد بالملعب، في 30,000 متفرج موجود بالملعب، ديربي ممتاز، عندك حضور جماهيري، عندك كل الإمكانيات، فليش ما عم تلعب؟ يعني اخسر المباراة لكن قدم مباراة ممتعة. يعني بصراحة ما عرفت كيف خلصت المباراة وانتهت المباراة، يعني كان في عقم واضح جدا بطريقة اللعب بالأداء، مدربي الفريقين كانوا خارج فورمة المباراة، الكابتن ماهر البحري عم بيبدل بالدقيقة 80-81 وانت متصدر للدوري ومحتاج للفوز على حطين، بغض النظر ديربي او مو ديربي انت بدك تفوز، بدك تتصدر الدوري، بدك تكون بعيد عن نادي الوسبة عن بقية المنافسين، فانت بتحتاج الفوز. وكمان نادي حطين يعني مع سلسلة النتائج السلبية ما عم شوف في خطة واضحة للكابتن حسين عفش، ما عم شوف في طريقة لعب واضحة، الفريق يعني فقط اعتماد على نجوم وواضعهم بالملعب لكن دون أي أداء ودون أي طريقة واضحة. خليني أكون صريح معكم يا شباب، ندمت على حضور المباراة، يعني ضيعت ساعة ونص من وقتي، مباراة كانت أقل ما يقال عنها، ما بتستحق الجمهور المتواجد بالملعب، يعني 30,000 مشجع احترموا لهذا الجمهور. عموما يا شباب هذا ملخص سريع وبسيط لمباريات الجولة العاشرة من عمر الدوري، هلأ خلونا مع ترتيب الأندية بعد نهاية الجولة العاشرة، وكمان مع ترتيب هدافي الدوري بعد مرور 10 جولات على عمر الدوري السوري، وكمان مع الجولة 11 مين حيلعب مع مين.